في جوانب مختلفة ومتعددة، منها ما يتعلق بالعقيدة، منها ما يتعلق بالأخلاق، منها ما يتعلق بالآداب، إلى غير ذلك. كلها كانت أمور وتعاليم يبثها رسول الله عن طريق الحديث مع علي بن أبي طالب بشكل وصية أو نصيحة وموعظة وإرشاد له عليه أفضل الصلاة منه ولعلي عليهم جميعا وآلهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. هي كذلك الإمام أمير المؤمنين كان يعمل بها مع أبنائه بقية الأئمة أيضا، نجد هذا الأمر، وإن لم يكن في بعض الأحيان على شكل وصية طويلة كما كان عند أمير المؤمنين وعند رسول الله، لأنه نجدها في كلمات متناثرة هنا وهناك، وكلها تعبر عن اهتمام بنوع الغذاء الروحي والفكري الذي كان يريد هؤلاء الأطهار زرعه في قلوب أبنائهم، ومن يعتنون بتربيتهم ويهتمون بتقويم شخصياتهم. هنا نقف عند هذا الأمر وهذه الملاحظة، كيف أننا أو لا نستطيع أن نحكم بالمطلق، لكن هناك عدد كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذه المسألة. بعض الأحيان قد يكون القضية عن جهل وغفلة وعدم إدراك لأهمية الموعظة والنصح والإرشاد، باعتبار أنه الآباء زين أصحاب تجربة بالنسبة للأبناء، خاضوا زين سنين في تجارب، مرت عليهم أحداث، عاصروا أشياء كثيرة، سمعوا، تلقوا، قرأوا، نظروا إلى غير ذلك، أو أخذوا من تجارب الآخرين. فهذه التجارب والتي فيها فائدة يفترض أن الآباء يبدأون بنقلها نقلا صحيحا وسليما لأبنائهم، ليتربوا هم كذلك التربية الصحيحة والسليمة، وتتقوم بذلك شخصياتهم وتقوى، بحيث يكونون علامة بارزة وفارقة في مجتمعهم، ولا يكونون رقما هامشيا في الوجود الاجتماعي. إنسان عادي مثل غيره وملايين البشر في هذه الحياة الدنيا يعيشون على ضفاف أو على سطح وقعر الوادي، بينما القلة هم الذين ينهضون ويتسلقون قمم الجبال الشاهقة في جوانب الحياة المختلفة. على أي حال، لاحظوا هذا الأمر، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من هو بالنسبة إلينا حجة لله عز وجل؟ وبالكلام باعتباره الناصح مو هنا الكلام، لكن لما يتوجه النصح إلى الإمام الحسن، احنا نعرف مكانة الإمام الحسن، قد يقال أنه هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، نصيحة مو للحسن وإنما لغيره من الموالين من الشيعة من محبين، بس لا بد أن نلتفت أيضا أن الحسن لا يستغني عن معارف أبيه أمير المؤمنين، باعتبار أن هؤلاء الأطهار كما نعتقد ونؤمن يتوارثون العلم كابرا عن كابر، يتوارثون العلم والمعرفة. العلم يهبط على رسول الله، ثم من رسول الله إلى علي، ثم من علي إلى الحسن والحسين، ثم من الحسين إلى علي زين العابدين، ومنه إلى محمد الباقر، وهكذا يتوارثونه.
هذا من جانب. الجانب الآخر أن الإمام لما يقوم بهذه الوصية أيضا يريد أن يعلم الناس، مو فقط دين هذه التعاليم يريد يوصلها عن طريق غير مباشر، وإنما هم يريد يقول للآباء هكذا ينبغي أن تتعاطوا مع أبنائكم، تتقربون لهم فتنصحونهم وترشدونهم وتعظونهم، اجلسوا وياهم وما عدكم دين أفرغوه لهم أظهروه لهم، هذا أمر مهم. وأنت بعض الأحيان تجي تقف هذا رجال مؤمن وطيب وخير وإنسان ملتزم دينيا وسلوكه ولله الحمد سلوك طيب، دين أخلاق أخلاق جميلة، دين ما ماخذين عليه آداب الرجل عنده، بس أشوف أبنائه دين على غير شاكلة، يعني مطالعين على أبوهم، ليش؟ أكو فد نقص يعني في هؤلاء الأبناء؟ المشكلة مو في وجود نقص بالضرورة في الأبناء، المشكلة أيضا أن هؤلاء الأبناء ما تلقوا تعاليما حسنة من الأب، يعني التربية كانت بالنسبة إليهم شيء تلقائي، كأنك قاطف شيء زين تحت المطر أو في أي وادي من وادي، فاللي يسقط فيه تأخذه، اللي يسقط فيه تأخذه، الله أعلم، مرة يصير شيء زين ومرة يصير شيء بالعكس من ذلك. زين خلي يتعلم بنفسه، لا بنفسه يتعلم جهة، وأن أعلمه أنا زين أيضا جهة أخرى في غاية الأهمية. هذا الأب دين اللي محافظ على العادات والتقاليد النبيلة لمجتمعه، يحترم الكبار زين ويوقر الصغار ويساهم في مجتمعه، المفروض أن مثل هذه التعاليم تصل إلى أذهان الأبناء. يقعد يوصي بويا إذا رأيت رجلا كبيرا زين ينبغي لك أن تحترمه لكبر سنه، زين إذا جاء في مجلس زين وأنت موجود قم له، أجلسه في مكانك، ارعاه، زين مجتمعك زين أنت واحد فرد منه وفيه، لازم تشارك في الأعمال الخيرية، لازم تقف ويا الناس، لازم الجار لازم تحترمه، كل هذه التعاليم يفترض أنها تصل من الآباء للأبناء وغيرها كثير. القضية مو مختصة في جانب المدرسة ولا في جانب العمل ولا في جانب المسجد بحدوده الضيقة، لا حياة واسعة والجوانب كثيرة. إذا ما قام الأب بدوره في هذه الناحية ما راح يحصل الأبناء الشيء الكثير. ومهم جدا أن تسقط الحواجز النفسية بين الآباء والأبناء، ليكون هناك حالة من الصعوبة أن يجلس الأب مع أبنائه، يقعد وياهم يضاحكهم يمازحهم زين يتودد إليهم يتلاطف معهم، ثم يبدأ بإعطائهم بعض التعاليم المهمة في بشكل تدريجي. هذه كلها تصير أساسا بشكل تدريجي مع الأيام مع الساعات اللي تمر، أما أنهم خلنا كذا زين ياخذ تعاليمه من التلفزيون، ياخذ تعاليمه من الشارع، ياخذ تعاليمه من هنا وهناك، زين ما تدري ايش يطلع هذا بعد ذلك. اذا قام الاباء بالدور بشكل جيد شوف النتيجه وايش تطلع. شوف هني الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كيف يتخاطب مع ابنه الحسن، وجدتك بعضي، انت قطعة من عندي،
جزء من كياني. ثم يستدرك الإمام يقول له لا، أنت مو بس قطعة ومو بس جزء، أنت وجودي كله، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. هذه المقدمة شيريد من عدها، فعناني من أمرك ما عناني ما يعنيني من أمر نفسي. يريد التودد لابنه، يريد أن يعرفه ما يحمله في داخله من محبة ومودة له. ومن الضروري أن نطلع الأمر. شوف، أنا لعلي والكثيرون نؤمن أنه ماكو أب إلا وهو في قلبه محبة ومودة لأبنائه. هذا ما عندنا لعلنا فيه أدنى شك. إذا حصلت أكو نوادر فلأسباب دين قاهرة تقول نوادر من الحالات، لكن بشكل عام المحبة موجودة. لطف من الله سبحانه وتعالى وضعه في قلوب الآباء تجاه أبنائهم، جميل جدا. بس الأبناء يا عزيزي مشكلتهم أنهم لا يعرفون ذلك، لا يدركون، ما مدركين هذا. ولذلك احنا دائما نقول عادة لبعض الأبناء ما راح تعرف قيمة أبوك إلا إذا تزوجت وجابوا لك أولاد، ما راح تعرف قيمته إلا بعد أن يجيبوا لك أولاد، راح تشوف شلون حبك ومودتك إلهم، وشلون تخاف عليهم، وشلون تسهر، وشلون تروح تراكض وتتعب من أجلهم حتى تقدر أن أبوك هالشكل كان تجاهك، الشكل كان يفعل. هذه إذا لابد أن تظهر شيئا حتى تكسر الحاجز النفسي، وحتى تجعل هناك ثقة بين الآباء والأبناء. تقرب إليهم جدا مهم، لا أخلي الآخرين هم الذين يحوزون على رضاهم ويمتلكون مشاعرهم وأحاسيسهم ويسيطرون على عقولهم، بالتالي يصيغون شخصياتهم بالصياغة التي هم يريدونها. أنا لابد من أبادر، فبادرتك قبل الحديث قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، قبل ما الآخرين يجون يعبونه. أنا للازم أعبي، أنا للازم أشحن، أنا للازم أربي وأدب وهذب. فإذا قام الآباء بهذا الدور بشكل صحيح رفعوا هذه الحواجز وبدأوا يحجون ويتقربون للأبناء، يتوددون لهم. لا شك بعض الأحيان يجي بعض الآباء يقول والله شو أسوي ويا هذا الولد، تعبت وياه، حكيت وياه مرة، حكيت وياه مرتين، ثلاث، مو فايد فيه، خلي يولي وإن شاء الله النار تحرق. لا عزيزي، هذه الكلمة لا ينبغي أن يقولها أب. أنت عليك أن تحاول قدر المستطاع، دين قدر المستطاع، وأن تصبر. تصبر، اعتبر هذه فد شجرة من الأشجار اللي تدوخ الواحد حتى تكبر وتتفرع وتثمر، بس يحتاج إلى سنوات طويلة وشغل حتى إذا أثمرت بعد ذلك أنت تعيش بهناء من ثمرها بقية السنين. وشكل اعتبر الولد بهذه المثابة، لا تتعب من عنده، شي يضرك هي كلمتين، ولا ينبغي أن تقال بشكل يعني يرتضيه الأبناء والأولاد، يرتضونه. فالكلمة أنت تجي أول شيء تعيره زين وتسقط شخصيته وتهينه، وبعدين تعطيه تعاليم يقول لك روح ولي. ما الشكل
جهل والحماقة الشكل تصنع، الجهل والحماقة الشكل تصنع. لكن لما أجي أتكلم وياه بأسلوب مؤدب، ولدي حبيبي عزيزي أنا خايف عليك، أنا أريد لك الخير وأريد لك الصلاح وأريدك تصير من بين الناس نموذج الناس تنظر، ولا تجيب له مقارنات، لا تقارن له بأحد، لا تصنع إليه، يعني لا تسقط شخصيته، يقول له والله شوف فلان صار أحسن من عندك، شوف فلان صار. ليش الكلام هذا؟ هذا الكلام مو صحيح. خلك من فلان وعلان، أنصحه بحيث ما تجيب له مقارنات مع أحد. هذا ما ينبغي أن يقال، وأول ما ينبغي أن نؤسسه بالنسبة في مسألة التربية في نفوس الأبناء، عقولهم قلوبهم، أن نزرع فيهم محبة الله وطاعة الله والخوف من الله عز وجل. فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم أمره، بتقوى الله أي بني ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره. هذا القلب ما لازم يعمر بغير ذكر الله، كل شيء ما عدا الله لازم يطلع من هذا القلب يعمر بذكر الله. سيقول لي أنه إذا يعمر بذكر الله كل شيء غير الله فلا ينهم. طلع أئمتنا لا عزيزي، هذول يدخلون مع رب العالمين، الله دخلهم، الله هو يدخلهم وياه بالقلب، زين ما يطلعون هؤلاء. وكل مؤمن وكل مؤمنة، كل من أمرنا الله بهم، من أحب من رضي يدخلون معك، لكن بعد الله بأمر الله تقربا إلى الله عز وجل، هذا هو. وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. ثم يقول وأي سبب أوثق أمتن وأقوى وأفضل من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. إذا الإبن صار قلبه بهذه الكيفية، خوف من الله، طاعة لله، حب لله، رضا لله عز وجل، أنت خلك كيف، خلاص خليه يروح يا وادي روح، ما تخاف عليه، أنت مطمئن لأن الله وياه موجود، خلاص مو لازم أنت تكون موجود وياه. قد تؤنسه نعم، لكن أنيسه الأول هو الله، فأينما حل وارتحل فلا خوف على مثله، لا خوف على مثله. ولد بهذه المثابة يطلع، بني كيف تجد طعم الموت عندك؟ هذا سؤال يمكن يسأله بعض الشباب أو الصبية في سن المراهقة، في سن الشباب اللي عادة تستحوذ عليهم وعلى تصرفاتهم حب المغامرة واقتحام الصعاب والتحديات ومشاكل ذلك. لما تيجي تحدث تقول له عن شغلة فلانية لا تروحها، ترى فيها موت، ترى فيها خطر، يقول لك خلي موت، وش صار يعني؟ عادي عادي عنده، عادي. لا عزيزي، الإنسان ما لازم يكون بهذه الثقافة، بهذا المستوى من التفكير لأن يلقي بنفسه في أي مكان، المهم أنه يتلذذ، أنه يتمتع، أنه كذا، لأن واللي يصير يصير، كل شيء بأمر الله، أدري كل شيء بأمر الله، بس غير اختار. قال في حبك أحلى من العسل، يريد يموت ومؤمن بالموت، ولكن ليس أي موت يحلو له، يحلو له أن يموت في سبيل الله، يحلو له أن يموت دفاعا عن حجة الله، دفاعا عن
أحباب الله وأوليائه ورفعة لكلمة الله في الأرض. هنا يقول أحلامنا العسل، هذا هو من وين جاء، شلون صار القاسم هالشكل، تربى في بيت الحسن ثم في بيت الحسين، وهذه التغذية وهذه الوراثة من هؤلاء الأطهار، فكان بهذه المثابة يسمع عمه الحسين ينادي أنا أمام الناصر ينصرنا، فيخرج إلى الخيمة يجد في داخل الخيمة خيمة القتلى دين علي الأكبر ممدد على التراب هناك بأبي وأمي، جسد مطروح قد بضع بالسيوف وقطع إربا إربا، يجلس يبكي عند ابن عمه ساعة ثم يأتي عازما على الموت قائلا لبيك يا عم. نظر إليه الحسين، ما تريد يا ابن أخي؟ قال أريد الإذن بالقتال. سؤال آخر بنفس الموضوع بس جواب آخر يجي، بني أو تمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا وأنا أجدك لا ناصر لك ولا معين. الله أكبر، 11 سنة 13 سنة بس عقلية عظماء، أي التربية وهذه الصناعة مالت، كيف لا وأنا أجدك لا ناصر لك ولا معين وأنت تستغيث؟ قال بني ارجع فأنت الوديعة من أخي، وجودك يذكرني بأخي الحسن وأنا ما أريد أفقد وجود الحسن وأنا على قيد الحياة. لا يقولون فرجع لكن امتثالا لأمر عمه الحسين لأمر حجة الله، رجع لكن رجع منكسر الخاطر، جلس طرف الخيمة وضع رأسه بين ركبتيه صار يبكي كأنه يتأمل الشهادة قد فاتته والجزاء العظيم للشهداء قد فاته، شلون يصير، شو الحال، كيف أدع عمي يأذن لي؟ هناك تذكر العوذة التي أعطيت له من قبل أبيه الحسن، شلون وصلت إلى، لأن الحسن توفي، عن القاسم وهو إذ ذاك له من العمر سنتان ثم أصبح في كفالة عمي الحسين، لعل الحسن أعطى هذه الوصية لأمه رملة، قال حتى يكبر تعطيها إياه، زين، فهكذا وصلت له بعد ذلك واحتفظ فيها رابطنها بالعضل، بني لا تفتح إلا إذا أصابك هم أو غم، عايش ويا الحسين يصيب هم وغم، لا غم ولا هم وهو في ظل الحسين تحت جناح أبي عبد الله الحسين، يا مؤمن هناك فقط لما اغتم قلبه فتحها فإذا فيها أمر من أبيه، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا لا ناصر له ولا معين فلا تبخل عليه بنفسك. وإجا مسرع فرحان مسرور أعطى عمه الكتاب، نظر الحسين إلى خط أخيه فلما أن تأمل صار الحسين يبكي وهو يتذكر أخاه الحسن وما جرى عليه من مصائب ونوائب، أجركم الله، ضم القاسم إلى صدره ثم أخذه إلى المخيمات أو إلى خيمة النساء
صاح يا رملة يا هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت وأنى له ذلك. التفت إلى أخته زينب: علي بالصندوق الفلاني. جاءت به بذا جاءت له بذلك الصندوق، سلمت إياه، أخرج منه قباء الحسن، ألبسه للقاسم، أخرج عمامته شقها نصفين، قسم عمم به القاسم والآخر أدلاه على وجهه لئلا تصيبه عيون الأعداء. يا إبس أجركم الله شيع محبين موالين. ثم أنه نادى ببنات رسول الله: يا بنات علي وفاطمة، ونادى: يا رملة، يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، يا رباب، يا بنات علي وفاطمة الممنة، لوداع الشباب. فأحاطوا به من كل ناحية: هذه تشمه، تلك تضمه، أخرى تنادي في أمان الله، في دعة الله، وقد على الضجيج والبكاء. ودعهم وودع أمه وعمته، وأقبل إلى عمه الحسين، فضمه الحسين إلى صدره: بني في أمان الله، في دعة الله. ركب القاسم جواده، أقبل يقاتل القوم قتال الأبطال، وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، يقولون حتى قتل على صغر سنه 35 فارسا، وقد هابوا سطوته وشجاعته، ولم يجرؤوا على الإقدام نحوه. يقول حميد بن مسلم: كنت واقف وإلى جنبي هذا اللعين الأزدي، فلما رأى فعل القاسم وقد انقطع شسع نعليه، وجهه كالفق فلقة قمر طالع، عليه قميص وإزار، في رجله نعلان، انقطع شسع أحدهما، لا أنسى أنها اليسرى، فانحنى على شرك نعله ليصلحه. فقال اللعين: لأمضين إليه وأذكلن به أمه. قلت: ويحك، أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل ناحية؟ والله لو مد يده إلي ليقتلني ما مددت يدي إليه. قال اللعين: لا أفعلن.
فبين القاسم كذلك إذ أقبل إليه اللعين من خلفه فاتحا بالسيف باعه أهوى به على رأسه فخر إلى الأرض صريعا مناديا عما عليك السلام هذا عليك السلام فأقبل الحسين إليه مسرعا قتل قاتله وقد ثارت غبر من جلت إلا والحسين جالس عند رأسه وهو يفحص الأرض برجليه قال بني عز على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك شيئا هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره ثم احتمله على صدره نحو الخيام ورجلاه تخطان الأرض خطا يقول ابن مسلم دققنا النظر فإذا الحسين محدودب الظهر أيوا حسينا وسيدا محن محن يا ضلع حسين على الجاسم محن يا جاسم موتك زادت محن يا شال حسين وبدم محن يا شلون حال امي يا الزكية طلعت بنات الهاشمي يا من خدرها ذي تلطم الهامة وذي تصفق عشرها جدامهم رملة تدق على صدرها وتصيح ما عندي دواء لعلاج الجروح وويلا لمن يشيع والصلاة رمل الولد هيا خرت على العريس تلطم فوق خدها تنادي يا عقلي ليت أمك في لحدها لا شوف لا شوفك موزع يا بعد الروح توزع آه لكن أنا من شفت عمك لبساك تفصيل أجفايان قلت الولد ما يعود من حومة المد قوم يا عم تودعي شمعة الشبان شقي على العريس جيبك يا زكية نادى بضعيف الصوت حل الدرع عني تالك ذر التوديع يا الوالدة مني ويلي حر الشمس
حر نزف نزف الدماء وحر الشمس فتني وباهضني ومن العطش تدرون ما ضل جلد لي وقعت على العزيز باكي يا منتحب اذقل له يا ابني نام وتهنى بنومك يا ابني نام نام وتهنى بنومك نومك يا ابني يا ابني يا عريس يلغس لك دمومك مو يا حر الشمس غير رسومك لو ان تنشر بروحي لسومك لو ان تنشر بروحي لسومك وين اللي ياخذ علومك لابوك الحسن واهلك وقومك يا ريت يومي قبل يومك وانا يا ريت يومي قبل يومك نادت ولا مال ولا مال انا ردتك ما ردت دنيا ولا مال ولا مايال تحضر لي لو وقع حملي ولا مايال يا جاسم خابت ظنوني ولا مايال وعند الضيج يا ابني قطعي يا كوكبا ما كان أقصر عمره إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم وهي الحاضرين احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم وارحم موتهم شافي اللهم اغني فقرهم يسر امورهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل الله منهم احسن قبولك واجرهم على ذلك بافضل ما عندك اللهم صل على محمد وال محمد واغث شيعه محمد وال محمد في كل مكان فرج اللهم عنا وعنهم وعن اخواننا المؤمنين واخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ورد عنا كيد أعدائك وأعداء أهل بيت نبيك وأعداء محبيهم وشيعتهم إلى نحورهم ألق بأسهم بينهم واجعل الفتنة فيهم واشغلهم بأبدانهم وأنفسهم ألق بأسهم بينهم اللهم ألب عليهم أعداءهم وأولياءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين من العرب والعجم يا رب العالمين اللهم ارميهم بسهام بغيهم وانحرهم بسيف عنادهم وصل على محمد وآله الطاهرين اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين المؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومن مات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات